تمام. هل قد حتقولوا لي طيب البطة يمكن مش حتركض عنده؟ طبعا هو حدثني وقال لي انه في عنده بط راقد، فحيحط هذا مع البط الراقد اللي عنده ويصير عنده اللي هو انتاج من البط هذا. فحاليا انا هقول له شوية ارشادات برضو على اساس انه يتبعها. وايش صار على رقد البطة؟ وهل فقس البيض اللي تامم ولا لا؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبايبي رجعنا لكم فيديو جديد. طبعا يا اخوان ان شاء الله اليوم حنروح نشوف البيض اللي تحت البطة والكتاكيت، وهل فقس باقي البيض، وكمان حيتم اللي هو البيع. طب ليش حيتم البيع؟ حنشوف ليش وقديش السعر وايش اللي حنبيعه كمان. وبس بديش اطول عليكم، زي ما تعودنا اربط حزينة الامان وانزل تحت وشك في القناة وفعل تنبيه جرس الفائق قبل حزينة لاصل كل جديد. وخلنا نروح وليس جو. تمام يا اخوان، معادنا اليوم انه احنا نشوف البطة هل فقس باقي البيض ولا لا، ولكن اجتها مشتري. طبعا بدنا نتأكد من شغلة قبل الاشي هذا. هات لي البطة السوداء، شوف اقلب لي اياها، اقلبها لنتأكد هل هي البط بيض ولا لا. امسكها من جناحينها. ايوه من جناحينها، من هان هيك. ايوه يلا امسكها، هات اشوف. بسم الله. طبعا نيجي هان عند المخرج. اوه ما شاء الله، اربع اصابع يا زميلي، هي البط بيض. رجعها وفرجيني البيضة تبعتها، شوف جديدة ولا لا. رجعها، يلا هات البيضة، هات اشوف. بسم الله. طبعا جديدة البيضة، مبيوضة اليوم. امسك رجعها وروح جيب لي كرتونة كبيرة، عشان ايش؟ في عنا مشتري حيشتري اللي هي البطة هي وكتاكيتها، لانه انا يا بابا، لانه انا قبل هيك جاني وقال لي انا بدي بطة هي وكتاكيتها، وبده هو جوز بط اساسا، فحنديه اللي هو البطة هي وكتاكيتها. حنتم البيع، لانه يا اخوان زي ما شايفين عندي بط كثير، شوف، ولسه في عندي هان واحدة راخدة، يعني زي ما شايفين. وكل هذا بده يعني مصروف واكل وعناية. تمام يا اخوان، خلينا نروح نشوف ايش اللي فقس معانا، على اساس انه الشاب جاي من مكان بعيد. قبل هيك انا قلت له، قال لي بدي اخذ بطه هي وكتاكيتها يا زوج من البط. فخلنا نشوف ايش اللي مفقس. زي ما شايفين زوج مفقس اثنين وحبه، يعني خمس حبات. ومعانا هان بيض قاعد بنقر وبطلع، زي ما شايفين كله بنقر وبطلع. فحنحسب له اياها كلها، البيض مع البط مع الام، ونبيعه اياها. طبعا يا اخوان انا معودكم انه استقبلهم معاك وهيك، فكذا مرة استقبلت معاك وشفنا كيف النقل وهيك، فخلص خلنا نعطي له اياها ونحاسب ونشوف قديش حيطلع سعرها وهيك. تمام، خلنا نحط لنتاي هان. هات الكرتونه الصغيره اللي انا جبتها معايا، هيها فوق الزينجو يا بابا، فوق الزينجو هيها. هناخد له العش. بسم الله بسم الله، يلا هاتها يا بابا. ما شاء الله، الله يوضع له البركه فيهم يا رب. هات اشوف، افتح مخروقه. طب اطلع لي برا عشان اشوف، اطلع خلي في مساحه للرؤيه. هناخد القش هذا، هناخد العشب هو الحصى والاشياء اللي هي عامله فيها عش. تمام. هل قد حتقولوا لي طيب البطه يمكن مش حتركض عنده؟ طبعا هو حدثني وقال لي انه في عنده بط راقد، ف
فحيحط هذا مع البط الراقد اللي عنده، ويصير عنده اللي هو انتاج من البط هذا. فحاليا انا هقول له شوية ارشادات برضو على اساس انه يتبعها. خلنا نطلع هذه. بسم الله، امسك يا بابا، امسك الكتاكيت. ايوه امسكهم. اوبا، طيب سيبها 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 حاليا سيبها سيبها سيبها. بسم الله بسم الله. بس هان تعال هان قوم على الارض تعال هان اهلا تمام. امسك هذه، امسك، وهذا الكتاكيت. خلنا نحكي لك حاجة تسويها. طبعا انت ايش بتحكي؟ انه في عندك بط راقد، البط الراقد بتاخد البيض هذا بتحطه تحته، هيفقس. هتكون انت عامل في هذه مكان مخصص لها وليكن، وبتحط الكتاكيت اللي فقست في المكان. انت متابعني صح؟ وعارف انه انا بانقل من هان لهان، وحتى البيض وهي راقدة بنقلها وبتضلها راقدة. فانت شوف انا ايش بسوي وسوي اللي انا بسوي. منيح؟ طبعا كلهم يا اخوان راحوا على حساب 65 شيكل. تمام يا اخوان؟ الزوج طلع تقريبا بسبعة شيكل، وجوز البيض تقريبا من 5 لـ6 شيكل، وهو بنقر يعني هو بنقر. فانا قلت له تعال لما يفقسوا، ولكن هو ما رضي، قال لي لا انا بدي اياهم اليوم، وعندي مدرسة وعندي يعني عنده بعض الامور، ما بيقدر انه يجي، مكانه بعيد يعني هو جاي من مكان بعيد. فربنا يوضع لك البركه فيهم، وان شاء الله بتشوف على وجههم الخير. وطبعا هو شاري من عندي كم سنه لك شاري؟ 3 سنين. قبل 3 سنين اشترى من عندي الزوج جوز، اخذه ب10 شيكل. وهيو عندك كم مره فرخ؟ كثير يعني، هو فرخ عنده مره واثنين وثلاثه. وطبعا الذريه او الزريعه اللي عندي معروفة. وحتى انا شفت فيه بوست جاب لي يا صديق الي من تونس، مصور اللي هو بطي عن قناتي، ورايح على بوست، عامل بوست في جروب في تونس، وكاتب بدي نفس السلالة هذه. فسبحان الله يا اخوان. تمام، خلنا نعطيه اياه ونودعهم، وربنا يوضع له البركة فيهم. تمام يا اخوه، تفضل روح وصله يا امير. امير وصله، يلا يا بابا وصله وسكر الباب وراه. يلا بدك ايش ثاني؟ اذا بدك الانثاية اللي بايضة بترجع تاخذها. خلص، مش بدك تروح انت؟ بدك تروح؟ خلص خليه يوصلك بس على الباب. يلا الله يسهل عليك يا عمي. تمام يا اخوان، تم اللي هو بيع البطة اللي كانت راقدة هان، وكانت تقريبا رقدت مع الانثى هذه، انثى ديك الرومي اللي وهي هذه، وتم البيع. زي ما قلت لكم يا اخوان عندي بط كثير، وحاليا لسه بدي اصفي هذول لانه انا مش قادر عليهم يا اخواني، بياكلوا علفه كثير. طبعا انا لابس هذه بمكان عملي، خليني اشيلها. طبعا كلكم عارفين انه انا مكان عملي او عملي بائع، يعني فاتح عربيه كبده وببيع كبده، فبلبس اللي هو كوانت على اساس انه اكل وشرب وهيك. تمام، مش قصتنا،
موضوعنا يا اخوان انه انا حخفف من البط كمان، لانه عندي بط كثير ومش قادر عليه صراحة، مصاريفه كثير كثيرة يا اخوان. تمام، بعنا اللي هو البطة، خلنا نطمئن على بيض البطة الثانية الا وهي هذه. بسم الله نطمئن على البيض تبعها. اها، زي ما شايفين بصحة جيدة وبخير وحلو. تمام، توي لما عملت حمام يا اخوان لازم احنا نطلعها برا تعمل حمام، فهذا الحمام اللي عملته مش لازم تعمله في نفس المكان الرقد، طبعا هذه كانت راقدة بمكان ثاني واحنا نقلناها هان على اساس انه يعني نعمل مساحة او نعمل مكان ثاني لوضع بيض من قناث الدجاج ويصير راقد، لانه هي كانت دجاج راقد وهذه طردتهم وصارت مشاكل. طبعا اللي متابعني عارف كل حاجة عن القصة هذه وعارف اللي هو ليش انا نقلتها وهيك. الحمد لله يا اخوان. بالنسبة للانثى اللي بتوضع بيض في اول حلقة فرجيتكم اياها وشفنا اكم موسعة، فهو كان جاي ياخد ثنتين اناثي، فقال لك خلاص باخذ اللي هو الانثى مع كتاكيتها والبيض، واللي هو الانثى هذه قال يوم ثاني او مره ثانيه. وطبعا هي واضعه بيض جوا هنا بعد ما انا نقلتهم في البيت هذا، واعتمدت انه انا اخليهم في البيت هذا لانه كانوا مزروطين الدنيا، يعني كانوا هنا هان زروطه وهان زروطه، فروحت حبستهم. ان شاء الله خير يا اخوان، ان شاء الله خير. تمام، هذه انا شفتها اليوم راقدة في مكان وضع البيض، مش عارف هل باضت ولا لا. واضع بيضة هيها زي ما شايفين، فعال عال 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 عال، الحمد لله. بيض في المكان المخصص إلها. لميته يا بابا؟ طب بس وسخته وعيك، قوم قوم. خلص خلي الباقي ينشف، خلي الباقي ينشف. زي ما شايفين يا اخوان والله ما انا ملاحق عليهم يا اخوان، بياكلوا بشكل مش طبيعي. بياكلوا بكميات مضاعفة. خلنا نحط لهم الخبز هذا. امير خد عبي لي هذا مية، اغسل لي اياه وعبيه. يلا هنبدا نحن نحط لهم اياه. طبعا يا اخوان انا نشفته وانا مطعميهم اوريدي، انا مطعميهم اليوم وجبتين، وجبه العصر ووجبه اللي هو الصبح. بابا غاد 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 يا بابا. ف هنحط لهم اللي هو هذا الخبز، زي ما شايفين بياكلوا. طيب ناشف عليهم يا ابو ادم، ما هو احنا اذا حطيناه يا اخوان طري حيصير مشاكل معهم. لا لازم احنا ننشفه، بعد ما ننشفه نعطيهم اياهم، هم حيكسروه وحياكلوا منه بالشكل اللي انتم شايفينه هذا، حيكسروه في تمهم وحياكلوا منه زي ما انتم شايفين. وكمان لما نحط لهم ميه حييجوا ياخذوا الخبزه ويحطوها في اللي هو المويه وحياكلوا منها، لكن هو الافضل ان احنا ننشفهم للطيور تبعتنا. طبعا ما شاء الله كلهم صاروا قد بعض ما شاء الله. طبعا هذه هي الانثى اللي باضت ما شاء الله عليها، وهذه اللي كانت مفريه هي كبرت ما شاء الله. كانت مفريه وصغيره هيك، كانت مشننه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عبيت يا بابا؟ طب يلا عبي ما شاء الله يا اخوان، منظرهم كثير حلو. وطبعا نازلين بحمر الوجه عندهم على اساس انه يبلغوا، يعني ضايلهم شهرين وبصيروا ينتجوا. هات شو هات، بسم الله. هم بحطوا يا بابا وبقعدوا هيك يعملوا جغ 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 وياكلوا. ما شاء الله يا اخوان بتفاعلوا وهذا اشي كثير حلو. طبعا كلنا عارفين البطيات مهما حطيت اكل مش حيشبع ومش حيقدر ان هم يبطلوا عن الاكل، يعني سبحان الله. البط بالذات حتى في الليل بتلاقيه بياكل، حتى في الليل والدنيا عتمة بشوف وبشوف وبياكل وبدور على الاكل وبياكل، يعني سبحان الله ليل نهار بياكل بالضبط
بياكل بزر. سبحان الله يا اخوان. بعد من الاذان بنعمه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. طبعا هذا هو الأبو اللي خلف لنا الذرية هذه، وطبعا خلف أكثر من هيك بمليون مرة، ولكن أنا بتم البيع زي ما شفته، يعني من كتر ما هو أنا عندي صرت أبيع الأناث هي وكتاكيتها وبيضها ما شاء الله. فالسلالة هذه يا إخوان أنا عملتها عندي، وطبعا في منكم كثير عارف أنه أنا هجنت البلدي مع المسكوفي، طلع وزن وطلع إنتاج. اللي حابب أو حابب اللي هو السلالة هذه ممكن أنه هو يهجن المسكوفي مع البلدي، بصير معه وزن وبصير رقد وإنتاج وما شاء الله. تمام يا اخوان، طلعنا معاكم فرجيناكم اللي هو بيع البطة هي وكتاكيتها والبيض، وليش انا بعتها والسعر. طبعا حاليا انتوا اكتبوا عندكم 65 شيكل ما يعادل اللي هو بالدولار، وشوفوا قديش بيطلع بالدولار. طبعا اكتبوا في جوجل وحتعرفوا قديش حيطلع بالدولار، واللي عرف يكتب لنا في التعليقات تحت، خلي الناس تعرف قديش بالدولار بطلع البطة هي وكتاكيتها والبيض، وأنا حسبت اللي هو تعليقه إن شاء الله. وبس حبايبي بهيك بنكون وصلنا لآخر الفيديو، بتمنى يكون الفيديو عجبكم. أنا اللي عجبكم استفدتوا منه، لو إشي بسيطة حبايبي تمرش عليكم يوم من غير تسامة أكثر من الصلاة على النبي. أذكر الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام يا إخوان.